كل خويا مشات، كانت اصلا كانوا كي شي وحدين واحد الطريق كانت حداهم كتب ريب مولاها ريب وكتزعزع، والصالون ديال عدوستي كله سقف طاح كله تشقق. صافي قلنا ماشي مشكل، ريب ريب ريب. جا نهار فاش وقع الزلزال حبسوا ما كاين والو، ولكن داكشي داك الضق من تحت داكشي ديال داك الزز. تصور اخويا ما كنا ناعسين، عندك كلشي كيتزنزن، الدار كلها كتزعزع من فوق زعما كيبدا يريب، كلها كتزعزع الدار، كلشي هرب، كلشي هربنا، كلها تشقات، كلها زعزعت بحال هكا. هو الصباح بدا يبني، راه ما حبسش ولدي، عرفت ولدي ملي كانت هذيك الزك اللي كتجي من تحت كل الدار كتمشي وتجي كتزعزع. انتما خرجتوا صحابكم الزنزه؟ كلشي خرج كصحابو الزنزه، كلشي خرج اخويا، الدار تشق بقات كتشق تشق تشق تشق. صافي صافي طاس اخويا كلشي، في غنباسف طفلتي مسكينه وضمت لوسي ولوسي ولوسي الاخر، لا اله الا الله محمد رسول الله خويا. وصافي الحمد لله والشكر ملي تنجينا الحمد لله، ولكن داك السيد الله ياخذ فيه الحق اخويا، الله ياخذ فيه الحق. نهار من وقع داك المؤمن جا داك بدا يريب والدار كتمشي وتجي. هاد العمارة طاحت، واحد السيد كان تيدير لها كاب وتيديروه سرقة بصفة غير قانونية، وانا ديز من هنايا تيبان لي الغبر تنسحب اش كاين زلزال، هربت الهربة اللي هربت تنشوف العمارة الأخرى واش الدور تيطيح ولا ما تيطيحوش، وإذا به جيت الناس تيتجارو عند العمارة دينا كنجريوها فيها الناس فيها الناس فيها الناس، وهاد الدار تيقولها دار النجار، وإذا به واحد جبدنا واحد السيدة معاقة مسكينة هي اللي جبدناها من تماني، والناس أخرين مول البوكران قال لك راه باقي الناس لتحت في هذاك لاكاب اللي تحت باقي الخدامة البناية راه باقيين في هذاك لاكاب. سولنا مول التراكس قلنا له كيفاش هاد الشيء هذا، قال لك أنا ما عليا أنا خدام، هرب وخلى التراكس ديالو راه يتمن. لا ما مات واحد الحمد لله، السيده جبدنا الحمد لله راه داتها لابيلونس الحمد لله، راه شوف المستوى ديال الصحه ديالها كيداير. السلطه اذا كتحمل المسؤوليه في هذا الشيء هذا، كيفاش هذا السيد هذا طات الترخيص ديال لاكاب؟ علاش؟ بموصف ماذا؟ بموجب ماذا عطاوها الترخيص ديال لاكاب؟ خصو يرمو الديور الاخرين اللي بغا يديروا لاكاب، واش هاد الديور هادو هنا ديال لاكاب راه ماشي ديال لاكاب الاخ؟ هاد الديور ماشي ديال لاكاب، تراكس هو اللي كان تيسرق وتيجري، جات السلطه عده مرات حبساتو، جات السلطه وقفت هذاك مول البوكلان باش ما يحفرش، واذا بها تيسرق والحفيه. كانت المكازا ديال النجار لتحت كان هو والخدامه، الا كان باقي شي واحد لتحت الانقاض راه الله اعلم داكشي اللي قالوا، مول بوكلا راه هرب هو صاحبه خلاو هذيك وزادوا مول التراكس. بغيتك تفسر لي هذه القضيه ديال بوكلا كيفاش هرب؟ شنو كي طاح بالدار؟ حيت شو شاد الدار ضرب الدار وضرب هذيك اللي حداها، حتى هذيك دابا اللي حداها راه في خطر، هذيك ما راه بوكلا وزاد في حالته خلاها عرف اش دار. نهار السبت نوضنا مع الصداع ما بغاش يتفك، قال لك سير هضروا مع مول الدار ما كاينش اللي شادو كاريه، قال لك انا غا خدام وبرك كيريه في الدار. حنا نهار السبت الدار كتمشي وتجي، قلنا له ودي راه الدار في خطر، هذاك الشيء الهضره ما نعرف كيمشي يدير شي داك الشيء بمقاطعه ويجي كيدوروا معاه، قال لك واخد الرخصه. واش الناس باقا في الفجيعه ديال الزنزال وتتجي بدات تريب حوايجكم باقي باقي اخويا كلشي تما كلشي رزقنا كلشي ديال الدار كلشي باقي.